انا هقولها برضو عشان انا ولادي منعت عنهم وما كانوا بيروحوا الامتحانات، اقول لهم ما تحطوش جل على شعركم، بيعمل حاجز طاقي. خلوا يا جماعه الشعر طبيعي معاكم، ما تحطوش عليه حاجه وانتوا رايحين بتمتحنوا وبتذاكروا. خلي يبقى في تواصل، الشعر يا جماعه عنده في تواصل روحاني، احنا قلنا ان ده انسان عنده تواصل روحاني، تمام؟ المراه بتاخدها من فوق لتحت، الراجل بياخدها من تحت لفوق. عشان كده، لان الست مستقبل، مستقبل، فتلاقي الشعر بيظهر في شعرها، بس الراجل لانه معطي تلاقي الشعر مالي جسمه. ليه؟ ليه؟ لان هو المعطي، حتى في العلاقه الراجل هو المعطي، الست المستقبل، الين عندي هو التمدد، الست بتتمدد، انما الراجل بيعطي استقبال، عشان دور المراه انها تستقبل. الراجل ما بيست... الراجل بي... بي... بيعطيها مال، بيعطيها مشاعر. المرأة مدللة أو الأنثى مدللة، والراجل معطاء، والست مستقبلة، تمام؟ طيب، عايزين نحط محاذير. طب انت ما جاوبتلناش على قولي. حكايه حلق الراس زي ما شيرين حلق مثلا، الراس او أنا زي قلتها لك، بتاعت أنا الشيرين زي قلتها ما لك هي إحنا قالت. ليه بنتحرر من الشعر خالص وقت الأوقات الدينية أو الشعائر الدينية؟ التحرر هي يعني دي حاجه صح مش غلط يا سونيا؟ صح، لأنها مش أنا قلت لك الشعر ده تخزين للمشاعر والطاقات؟ بيقعد يقول لك بيزعل وما بيزعلش. لا، هو أنا مخزنة علاقتي مع جوزي اللي أنا اتجوزته 20 سنة وبعدين هنفصل، شعري يحمل هذه المشاعر والطاقات، فما أنا بنفصل وشعري معايا فأنا واخداه وماشية، يعني أنا ما شيرين عملت سبتوش. الصح؟ عملت الصح. وبعدين لما رجع شعرها طول تاني ورجعت علاقتها بجوزها تاني، كونت مشاعر تاني وطاقات تاني، عشان كده عانت تاني، لأنها تحررت خارجيا وما تحررتش داخليا. داخليه. اوكي. عشان كده قلنا نصيحة للي عايز يتحرر من علاقة، سواء حتى بالوفاة حد توفى له، من جواه ينوي ان هو يتحرر، وطراطيف وحد يقص حد له من الجنس يقصله، التاني. حد يقصله طراطيف شعره ويدفن في التراب.